مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. هالفيديو جواب على اسئلتكم واستفساراتكم. انواع الميترينج او انواع قياس الاضاءه. رح نعتمد المصطلحات والاعدادات الموجوده بكاميرات سوني لانه اغلبيتكم عم تصور بكاميرات سوني. اذا كاميرتك ما سوني ما يهمك ابدا لانه بكل الكاميرات في اشياء نفسها تماما الموجوده بكاميرات سوني او اعدادات نفسها تماما الموجوده بكاميرات سوني، ربما اسماء مختلفه بعض المرات. فلهيك رح نحكي عن المالتي، عن السنتر، عن السبوت، عن الانتاير سكرين وعن الهايلايت ويتد. تابعونا. فإذا أنواع الميترينج أو أنواع قياس الإضاءة والاستخدام الأفضل لكل واحدة منهم بكل حالة من حالات التصوير. قبل ما نبدأ بهدول الأنواع خليني أحكي لكم كيف بنشوف الميترينج. الميترينج ببساطة بيظهر لنا على شكل رقم أو على شكل سكيل. بكاميرات سوني بيظهر على شكل رقم بتشوفوه هون، بالكاميرات الأخرى بيظهر على شكل سكيل عبارة عن خطوط بتطلع باتجاه البلس أو باتجاه الماينس. الصفر أو الموقع المتوسط على السكيل يعني أنه بالنسبة للكاميرا ونوع الميترينج اللي احنا مختارينه الكاميرا شايفة أنه الإضاءة بالوضع الحالي متوازنة تماماً. كل ما رحنا على البلس يعني صارت اوفر اكسبوزد، يعني صار في اضاءه اكثر من المطلوب، وكل ما راحت على الماينس يعني صرنا اندر اكسبوزد وفي اضاءه اقل من المطلوب. طبعا ببعض الاحيان نحن بنصور اضاءه اقل من المطلوب لانه نحن هيك حابين، المود تبع الصوره هو مود معتم. نحن بنكون عم ندور على هذا المود وبالتالي بنصور، يعني مو انه هي قاعده ذهبيه لا تقبل الجدل انه لازم دائما نصور الميتر على الصفر. ابسط الحالات لما عم نصور لوج، عم نحكي عن سوني هلا بنحكي عن الاس لوك 3، لو نصور اس لوك 3 الميتر لازم يكون على بلس 1.7 او على بلس 2 حتى على حسب الظرف العام وعلى حسب نوع الميترينج اللي نحن مختارينه. وبالتالي الكاميرا عم تقيس الاضاءه وعم تخبرنا اذا بنظر الاضاءه متوازنه او اوفر اكسبوزد اضاءه عاليه او اندر اكسبوزد اضاءه منخفضه. هذا الشيء ما جديد وما خاص بالكاميرات الميرورلس، كان موجود بالكاميرات دي اس ال ار، وايضا ما جديد على كاميرات دي اس ال ار، كان موجود حتى بكاميرات الفيلم. استخدام الميترينج وعيننا على الميتر هي من اساسيات التصوير دائما، دائما لازم نكون منتبهين انه نحن لا اوفر اكسبوزد ولا اندر اكسبوزد الا اذا الصوره تبعتنا بتطلب اوفر اكسبوزد واندر اكسبوزد. حكيت لكم عن الاندر اكسبوزد كمود، يعني اوكي انا بحب الصوره تكون معتمه شوي وهذا الشيء بنعرفه كلياتنا، اغلبيتنا على الاقل بنعرفه اللي هو انه بنحب الصوره تكون معتمه وبس السبجكت هو عليه شويه ضوء. فيكم تشوفوا بعض الامثله اللي قدامكم. الاوفر اكسبوزد بنستخدمه لما بدنا نصور شيء اسمه هاي كي. هاي كي يعني نحن بنمسح اغلبيه التفاصيل عن طريق انه نكتر الاضاءه وبنركز بس على السبجكت الاساسي تبعنا بالصوره لحتى يظهر، حتى هو بيكون شوي اوفر اكسبوزد يعني عليه اضاءه اكثر لكن الصوره بتكون جميله جدا. طبعا هذا النوع من التصوير ما بينفع بكل الحالات بس بينفع بحالات معينه مثل العينات او الامثله اللي شايفينها قدامكم. والميترينج بنقاس بالستوبس، يعني بلس 1 هو 1 ستوب اوفر اكسبوزد، يعني بلس 1 بتعني بلس 1 بتعني انه في عندنا ستوب وحده من الاضاءه الزايده، بلس 2 بتعني عندنا ستوبين من الاضاءه الزايده او محطتين. شو بنسمي الستوب بالعربي؟ محطه ولا وقفه؟ وقفتين من الاضاءه الزايده. ماينس 1 يعني وقفه من الاضاءه المنخفضه اندر اكسبوزد 1 ستوب، وماينس 2 يعني وقفتين من الاضاءه المنخفضه اندر اكسبوزد 2 ستوبس. ما في كاميرا فيها اكثر من بلس 2 او اكثر من ماينس 2 لانه خلص بعد البلس 2 ما بقى بتشوف شيء من الاوفر اكسبوجر، واقل من ماينس 2 ما بقى بتشوف شيء من الاندر اكسبوجر. وهلأ بنرجع على أنماط الميترينج ونبدأ من المالتي. بالمالتي الكاميرا بتقسم الصورة أو السنسر بيقسم الصورة لمجموعة مناطق أو areas أو zones، وبيقرأ كل وحدة بشكل مستقل وبياخد الأفرج تبع الكل مع بعض وبيعطينا القراءة على الميتر. هذا هو نوع الميترينج اللي بنصحكم تخلوا الكاميرا عليه بأغلبية الأحيان. انتبهوا عم قول بأغلبية الأحيان مو بكل الأحيان، بأغلبية الأحيان. ما حدا يقول لي تكميشن قالوا لنا خليها هيك دائما، لا، باغلبيه الاحيان خليها على المالتي ورح تاخذ نتيجه كويسه كثير. برجع بذكرك انه الميترينج رح يكون على الصفر بس مرات لازم يكون اعلى او مرات لازم يكون اقل على حسب انت شو عم تصور وكيف عم تصور. اذا عندك كاميرا سوني الفا متقدمه واذا عم تصور مالتي بنصحك تخلي الفيس برايورتي ان مالتي ميترينج اون، لانه بهالحاله اذا شافت الكاميرا وش فرح تركز الاضاءه بحيث انه الوش يكون على افضل اضاءه ممكنه وتحط لك قياس الاضاءه على هذا الاساس. النوع الثاني من انماط الميترينج هو السنتر، ومثل ما فينا نحزر بيركز على الشيء الموجود بمنتصف الشاشه وبيخلي اضاءته هي الافضل على حساب اضاءه باقي اطراف الشاشه. طبعا هو رح ياخذ الافرج او المعدل من الشاشه كلياتها، ما حيسمح لنا انه نتمادى كثير بانه نعتم الشاشه ونعمل لها اوفر اكسبوز، لكن رح يركز بالاساس على انه السنتر يكون عم ياخذ افضل اضاءه. لما السنتر عم ياخذ افضل اضاءه ممكنه رح يحط لنا الميتر على الصفر.
النوع الثالث من انواع الميترنج او قياس الاضاءه هو النوع اللي انا عم استخدمه هلا حاليا بالافكس 3 اللي عم تصورني، اللي هو السبوت ميترنج. هذا بيركز على السبوت اللي انا بحدد له اياها، ممكن تكون بالمنتصف مثل السابق او ممكن ما تكون بالمنتصف. افضل استخدام لهذا الموضوع اذا ربطنا السبوت بالفوكس بوينت، وبالتالي وشي رح ياخذ افضل اضاءه، وهذا الشيء انا بستخدمه لانه بيهمني انه الخلفيه تكون معتمه قدر الامكان، وبالتالي بدي وشي يكون اضاءته جيده، ما بيهمني او بالاحرى بيهمني انه الخلفيه ما تكون اضاءتها عاليه. وبالتالي لما بحط الميترنج على صفر بهي الحاله رح يكون ميترنج على الصفر بناء على انه وشي اللي هو السبوت المربوطه بالفوكس بوينت هي الاضاءه جيده. بكاميرات سوني السبوت ميترنج في عنده نوعين، او خلينا نقول قياسين، في الستاندرد وفي اللارج. هذا على حسب شو هو الشيء اللي انا بدي اخليه بالاضاءه الافضل. انا شخصيا عم استعمل الستاندرد على وشي بالوقت الحاضر. النوع التالي هو الانتاير سكرين افريج، او المعدل من الشاشه كلها او من الصوره كلها. الكاميرا بهالحاله رح تقيس الاضاءه بالصوره كلياتها ورح تعطيني المعدل، بحيث ال 50% رمادي يكون هو المتوسط بالنسبه للصوره كلياتها او للشاشه كلياتها. هذا النوع من الميترنج بنستخدمه كثير باللاندسكيب، لانه باللاندسكيب بيساعدنا انه نحافظ على مختلف جهات الصوره باضاءه جيده. النوع الأخير من قياس الإضاءة هو الهايلايت ويتد، أو التركيز على الهايلايت، أو التركيز على المناطق الأكثر إضاءة بالصورة. بنستخدمه كتير لما يكون في عنا مناطق معرضة لأنها تكون بلون أوت أو لحتى تطلع برا الصورة بسبب الإضاءة الزايدة، مثل عم نصور السماء مثلا، عم نصور الغروب، عم نصور أي حالة فيها إضاءة كتير كبيرة بأجزاء من الصورة. الهايلايت ويتد أو التركيز على المناطق ذات الإضاءة العالية بيخلي قياس الإضاءة هو بناء على إنه هدول الأقسام أو هدول الأجزاء من الصورة ما تطلع برا، ما تصير اوفر بلون وما تصير بيكت، والحافظ على معلوماتها بالصوره حتى لو كانت الاجزاء الثانيه شوي معتمه. نحن بعدين نبقى لما بنعدل على اللايت روم او لما بنعدل الفيديو على اي برنامج تحليل فيديو نحن بنستخدمه، بنرفع الاضاءه عن طريق ماسك بالمناطق منخفضه الاضاءه، وبنخلي المناطق عاليه الاضاءه مثل ما هي لانه اصلا الكاميرا اخذتها بالشكل المناسب. قبل ما اختم نحن محتاجين نفهم نقطه كثير مهمه. الميترنج او قياس الاضاءه هو طريقه الكاميرا بانها تفرجيك انه الاضاءه متوازنه. هي بتقيس وبتوازن على اساس المعلومات الموجوده بكل بيكسل، هي عم تقيسها الكترونيا، وهدفها النهائي انه توازن الرمادي. هي بدها توصل ل 50% رمادي متوازن، وبالتالي هذا الشيء ما هو شيء غير قابل للتعديل. انت مرات كثير نظرتك الابداعيه او نظرتك الفنيه او التقنيه اللي انت عم تستخدمها بتتطلب منك انك ما تسمع للميترنج وتعمل الميترنج الخاص فيك. عادي ممكن انك تصور بناقص واحد، وعادي ممكن انك تصور بزائد واحد، على حسب شو انت عم تصور وعلى حسب نظرتك الابداعيه للشيء اللي انت عم تصوره. ولكن دائما وابدا لازم تعود حالك انه قبل ما تصور عينك مباشره تنزل على الميتر، على الاقل حتى تكون بتعرف شو وضع الاضاءه او شو وجهه نظر الكاميرا بوضع الاضاءه بالصوره او بالفيديو اللي انت عم تصوره. شكرا لتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبه لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتتابعونا على حساباتنا وسائل التواصل الاجتماعي وروابطها بالشرح تحت، وتتابعونا على قناتنا الانجليزيه اللي بعرف انه مقصرين فيها وبوعدكم بطل مقصر فيها باقرب فرصه ممكنه، بس تابعوها وهي بالشرح تحت. وقبل ما اقول لكم انا بشوفكم بالفيديو القادم، رح يجوا الياس وديما الجنود المجهولين بتك ميشن لحتى يقولوا لكم باي، ونحن بنشوفكم بالفيديو القادم. And cut.